شعب النجف من الجهة الخلفية. عمل ما زال مستمر على قدم وساق. تاريخ 1/4 ملعب النجف الدولي. سياج غريس الخلفي ملعب النجف الدولي. هاي البوابة الخلفية يصبون بها أعمال القالب. شوف أعمال العلم اليوم، الهيكل الحديد من الخارج، لاحظ بالأعلى أعمال العلم اليوم، النقشة، تكميل النقشة للهيكل. طبعا هذا شعراء يعبد ويبلط من هاي الجهة، هي منطقة الفي اي بي. شوف العمل مستمر، الخباطة، البوابة الرئيسية. شوف هاي منطقة الفي اي بي، شوف النقشة، شوف العمل مستمر بالأعلى، نقشة الألمنيوم. عمل مستمر، ملعب النجف الدولي. شوفوا من هاي الجهة، طبعا هاي من جهة خلفية ملعب النجف. جهة خلفية ملعب النجف الدولي.